احيانا لما بنيجي نرسم الاعمده بحتاج ان انا ارقم السبورتس تاني اللي هي الركايز، بحيث ان انا اقدر اجيب الريزلتس رياكشنز واقدر اعمل اكسبورت للقيم دي الى تيبل في الاكسل، فلاقي بيه 1 3 5 7 9 11 13 وهكذا. بحتاج ان انا اعمل لها ري نمبرنج، اعاده ترقيم تاني، بحيث تبقى 1 2 3 4 وهكذا. لكن قيم الجيومتري نمبرنج النود نمبر الرقم اللي انا عايز ابدا بيه، وبعد كده الستيب، يعني لو خليتها 1 يبقى الترقيم هيكون 1 2 3 4، لو خليتها 2 يبقى 1 3 5 7، لو خليتها 3 يبقى 1 4 واضيف 3 يبقى 7 وهكذا. السلكشن دول عدد النود 16 نود، ستاندرد نمبرنج، واقول له ابلاي، وبالتالي الترقيم بيكون 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. اقدر اعمل كالكوليشنز واروح للريزلتس رياكشنز كيس الالتيميت، الاقي 1 2 3 لحد 16، يبقى دي اعاده ترقيم الركائز لتصدير للاكسل.